هذا وقد أكد محافظ صلاح الدين السابق أحمد عبد الله الجبوري أن جلسة الإقالة تمت في العاصمة بغداد وكانت مكتملة الأركان من الناحية القانونية والدستورية ولا مجال للطعن فيها. المجلس عقد الجلسات في أقليم كردستان، أما هذه الجلسة غير قانونية وهذا الاستجواب غير قانوني، هذا كله ضعف من رئاسة مجلس المحافظة، والمحافظة كان الأجدر بهم أن يحضروا هنا ويدافعوا ويبينوا أيضا وجهة نظرهم في كل هذه الإخفاقات. محافظة يحال فيها 7 مشاريع بمبلغ 112 مليار، 45 مليار سرقة،